بالنسبة للاعب السعودي، عندكم مشروع مثلا لاحتراف اللاعب السعودي خارجيا، تشوفه أنت كمدير فني لاتحاد القدم أنه هذا شيء أساسي أنه اللاعب السعودي لازم يحترف خارجيا؟ وكيف تشوف أيضا مسألة الثمانية لاعبين أجانب أنت كمدير فني لاتحاد القدم، هي مفيدة للاعب السعودي، هي مفيدة للمدرب السعودي، لكرة القدم السعودية، ولا حتكون يعني سيئة بالنسبة للمواهب؟ يعني في جدل حول المسألة دي، خاصة لما يجي بعض النقاط اللي تتعلق بالمنتخب يقول لك والله احنا ما عندنا مثلا مهاجم صريح، لأنه أغلب الأندية تعتمد على المهاجمين، والله ما عندنا حارس مثلا جيد لأنه عندنا 15 نادي يعتمد على اللاعب أو الحارس المرمى الأجنبي. أبغى النقطتين هذه اللي هي الاحتراف الخارجي ومسألة الثمانية لاعبين أجانب، رأيك فيها؟ أنا بالنسبة لي إذا كان لاعب عنده مستوى عالي يفرض مكانته في الدوري السعودي، يلعب مع لاعبين اللي هما محترفين من أجنبيين ويستفد بهم. اليوم المنتخب الوطني ألف عمل دوري كبير في الإقصائيات كأس العالم، وصل في المرتبة الأولى مع لاعبين سعوديين، بعض منهم ما يلعبوا كثير ولكن استفدوا بالمستوى ديال الأجنبيين. ولكن أنا مأكد باللي اللاعب السعودي يستفد بالأجنبي، وأيضا اللاعب اللي هو يتميز عنده مهارات عنده كفاءات يفرض مكانته في الفريق الأول. إلى اللاعب ما فرض مكانته وعنده مستوى، نعطيه مثال، إذا كان في النادي مهاجم أجنبي في نفس المستوى اللاعب السعودي اللي هو باقي شاب والنادي يفضل الأجنبي، لازم الأندية السعودية تكون عندها أيضا مسؤولية علشان يكون هذا اللاعب السعودي تكون عنده الفرصة يمشي لأوروبا يحترف وبعد يرجع للنادي. لازم كيف حيمشي اللاعبين السعوديين لاوروبا؟ انا هنا سؤالي، هل عندكم مشروع لهالشيء؟ يعني احنا ما عندنا تجربه احترافيه خارجيه، عندنا هنا مثلا انت عارف العقود يعني عاليه جدا، عقود اللاعبين السعوديين، يقول لك مثلا انا ليش اروح لاوروبا بنصف المرتب اللي انا قاعد اخذه هنا؟ مين قاعد يسوق اللاعب السعودي برضه؟ عندكم مثلا شيء تسويق اللاعب السعودي خارجيا؟ الان كانت عندنا المنتخب الوطني عقل مع 20 سنه كلعب دوري تولون، ما حققنا نتائج ايجابيين، ولكن الاداء بعض اللاعبين، بعض الانديه كان عندهم نظر كويس على اللاعبين السعودي، وبعض اللاعبين كان بعض الانديه سالونا على اللاعبين واش ممكن هذا اللاعب يلتحق بنادي اوروبي. حتى اللاعبين اللي كانوا مع سعد، بعض اللاعبين كانوا انديه اوروبيه عايزينهم علشان يلعبوا في اوروبا. هذه كتكون المسؤوليه عند النادي، لان انت اشرت على نقطه مهمه في السعوديه، عندهم رواتب عاليه، ولكن شنو هو اللي مهم؟ واش الراتب أو المستوى الكروي؟ على 19 20 21 سنة لازم يلعب في أعلى مستوى الكروي. إذا كان غير العقد هو اللي مهم عند اللاعب، أظن خطأ كبير، لأن أنا نكون لاعب أهم حاجة لي هو نلعب رسمي في النادي هنا في السعودية، أو نلعب رسمي في أندية أوروبية.